كنت أنا وماما كنا نعيش بلجنانة عند واحد جوز أمي بالحديقة، وأمي كانت تبيع بسكوت تسول، وأنا كنت أشتغل عند عمو أب خالد. كنت صغيرة وأبي إنه تركني وراح وخلاني مع أمي، وأمي راح تزوجت واحد إنه كان هو ماله مليح معي، كان بيضربني وبيبعتني على الشارع. بعدين أنا لما صار عمري 4 سنين صرت أنا أهرب من البيت وروح نام بالشارع، وصرت إنه أعرف رفقات وهيك، تعلمت منهم إنه دخن وش مشي عليه. بنات عيونن تحكي قبل شفافن، حكايات وقصص. ريم، تهاني، وأمل، أسماء وهمية وحياة مو طبيعية عاشوها. الظروف ودتن لهون وخلت ناس بقلبها رحمة تهتم فيهم. المعاناة اللي مرق فيها الطفل بدها وقت ليرممها الزمن، وحنان الأم وكلمة ماما اللي بيحتاجها أي حدا بحياته. محرومين من الأطفال بس معودتهم عنا مديرة مركز فاقدي الرعاية بباب مصلى. كان أبو جمعة كتير يضربني، يعني إذا هو بعتني على الشغلة وأنا طولت بيجي بيضربني، وشو ما لقى قدامه بيضربني. ما عاد أهلي سألوا علي. بعدين تقريباً لما صار عمري شيء 11 سنة لما أجيت على هذا المكان كتير حبيته، وسجلوني بمعهد وصاروا يعلمونا هون كروشيه ورياضة. حتى هلأ مثلاً إذا أمي طلبتني أنا ما بروح معها. أنا بحب المدرسة والدراسة، في عنا هون أنسات تعليم وأنا بحب كتير أدرس. أنا حاسة إنه أنا رح أتغير كتير، لأنه الأنسة لما هي بتساعدني والكل بيساعدني أنا بساعد حالي. وأول خطوة إنه أنا تسجلت بدورة شعر. أخصائيين نفسيين ومقدمي رعاية بيقدموا الدعم النفسي للأطفال وبينموا مواهبهم وبيكونوا معهم خطوة بخطوة لحتى يتأهلوا. الطفل فاقد الرعاية هو اللي فقد أحد الأبوين، مو شرط يكون يتم، يعني هذاك يسمى يتيم. فقد أحد الأبوين لظرف ما، في منهم منفصل أب مفقود، في منهم منفصل أم عن الأب، في منهم بسبب الفقر والعوز ما عم يقدروا يخدموا أطفالهم. في فريق رصد من الوزارة هو بيستقطب هاي الأطفال بيجيبون. طبعاً أول ما بيجوا فوراً بيتقدم له لقسم إدارة الحالة. قسم إدارة الحالة هو بيعتني فيهم، بيبلش بياخد المعلومات عن الطفل، بيكون جاي مرعوب، جاي يعني خايف إنه من المكان بيقعد فيه. أساساً بيكون سمعان إنه في مركز بس هو ما بده يجي على المركز. بنستقبل الطفل، بنعطيه مهلة يومين حتى يحاول يتكيف مع باقي المستفيدات. بنقعد مع الطفل أو الطفلة جلسة فردية مدتها 45 دقيقة، بنقيم وضعه بشكل مبدئي من خلال حكي الطفل، بنفوت بقى بالمخاطر يلي بيعاني منها. سجلناهم هلا على المنهاج بي، هذا المنهاج بي اللي هو بياخذ سنتين بسنه واحده. في اطفال مثلا فاتوا عنا بعد ما بدا العام الدراسي، بيقوموا بياخذوا القسم التعليمي، بياخذوا تعليمي هون منهاج كانه عم ياخذوا منهاج بالمدرسه. ضمن هي خطه الرعايه في خطوات معينه بتتوجه للطفل نفسه بحيث تكون هادفه لحتى انا مكن الطفل واسرته ويلم شمل طفل مع أهله. بنحاول بعد فترة نتواصل نحن مصير مع الأهل، بتاخذ معنا يعني فترات كثير أحيانا طويلة لنقدر نوصل للأهل. عم لاحظ أنه بعض الجمل اللي أنا بقولها مثلا يعني من دون ما هن يقولوا لي أنه نحن تأثرنا، بلاقيهم بعد فترة عم يحكوها مثلا. أحيانا عم أحكي جملة ضدهم مثلا أنه لا أنا ما عجبني هيك وحكيت جملة مثلا، بعد فترة صار نفس الموقف فبنت قالت الجملة اللي أنا مثلاً حكيتها لبنت تانية. نقدم لهم خدمات طبية، يعني هي رقم واحد، في عنا خدمات طبية، فيهم بحاجة لعمليات نعمل عمليات، في منهم بحاجة يعني طبعاً أول شيء بنعمله فحوصات كاملة لكل الجسم أول ما بيجي الولد، إذا في أمراض سارية يكون خالي من أمراض سارية حتى نقدر نسجلهم بالمدارس. بعدين بنقدم لهم الخدمة القانونية، قلت لك في الخدمات القانونية هي تسجيلهم بالمدرسة، تسجيلهم بالنفوس. الغرض الأساسي من فكرة المهارات الفنية هي تنمية المواهب للأطفال واكتشافها طبعا. بتناول عدة محاور، منها إعادة التدوير، منها رسم على الحجر، فن المنديال،
بالإضافة لفن الأوريغامي، بالإضافة لأفكار خاصة بالأعمال اليدوية والورقيات والأشغال. بيمرقوا على عدة مراحل بتعلموا فيها، الغرض بالآخر تنمية مواهبهم وتفريغ الطاقة. الشرط من شروط نحن الأم البديلة أو اللي بنسميها مقدمة الرعاية إنه هي تكون خريجة جامعة، خريجة كلية التربية. ما بتلاقيهم، ما عندنا كلية التربية، معلم صف، رياض أطفال، علم نفس، إرشاد نفسي، هدول كل الأمهات اللي موجودين. تجريد الطفل من كل ضغوطاته النفسية وإعادة تأهيله لينسى الحياة الصعبة اللي مرق فيها ويندمج بالمجتمع تقع على عاتق كل شخص بالمركز بعد ما تخلى الأم والأب عن أولادهم تحت مسمى الظروف. أنا لما كنت بشمشعلي أنا ما كنت بحس على حالي، كنت إنه مثلاً أنا بضرب الأولاد وأشتر مصاري حتى أجيب شعلة، كنت أقول إنه أنا مستحيل بطلها، بس لما أنا صرت هون أنا صرت أكرهك، صرت أتعود إنه خلص أنا ما عاد بدي هاي الشغلة. أنا ما كنت أحب أنزل على الشارع، بس لأن أهلي إنه ما معنا مصاري نعيش كتير، أول مرة لما نزلت وصرت هيك مرة على مرة تعودت. قلت لها لأمي، قلت لها ماما ما في شيء هيك شغلة أقعد أنا فيها، أنا ما لي حابة أقعد هون، يعني أنا صرت صبية يعني بدي ضل هون. أكثر شغلة بحب إلهم إنه هن فيهم يشتغلوا ويعيشوا حالهم ويصرفوا على أولادهم، إنه مو ضروري هن إنه يعذبوا أولادهم ويضيعوا لهم مستقبلهم بس عشان إنه هن يكونوا قاعدين ويبعثوا أولادهم يشحطوا.